الفن الجمالي ده بتاع المباني دي كان طلعنا وانجليز اللي كانوا عاملينه. الطراز المعماري يميل للطراز الفرنساوي، تحس انك في شانزليزيه تقريبا. وكان مشاهير الفنانين جريباري يهودي، كوكونوس إجريجي يوناني، محمد عوض مصري. الناس دي كانت بتتحدى بعض في شياكة المبنى، ودولت ناس طبعا يعني كانوا بيعملوا حاجة كويسة. كان بعد ما يخلص البيت يعمل يافطة خاصة بي منحوتة على باب البيت، إن أنا جريباري أو كوكونوس أو محمد عوض والبيت مبني سنة كذا. فدي حاجة للذكرى ويفتخروا بيها، لأن طبعا مباني تشرف. النهارده مباني عدت 100 سنة وما زالت بشاكتها. شفنا الجماليات دي كلها، والواحد معلش للأسف الشديد إن احنا بدأنا نشوف شوية عشوائيات ظهرت، فبتخلي الواحد يعني نفسيا بيشعر كده بشوية أسف أو ندم لما قال عليه الحال بالنسبة للأماكن دي. ولو انه يعني اعتقد برضه الحمد لله انه هو لسه لا زال محتفظ بشويه جماليات، يعني ويكفي انه هو محتفظ بشويه محلات او يعني بتنتمي الى العصر الجميل، وده اللي ربنا يقدرنا ونحافظ عليها على قد ما نقدر يعني.